السقعان، لكن في خبر عاجل وبيان عاجل خارج من اللجنه الاولمبيه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب. خلينا نروح نقرا البيان. البيان بعنوان: الاولمبيه المصريه تجمد مرتضى منصور وتطرح رؤيتها في اليات تعديل القانون. أصدرت اللجنة الأولمبية بيان بما أسفر عنه تشاور السيد الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية، حيث تضمن خطوات مناقشة تعديل قانون الرياضة، وذلك بعد عرض رؤية السيد وزير الرياضة على لجنة مشتركة من اللجنة الأولمبية والوزارة، ومن يرى الوزير ضمه للجنة برئاسة السيد رئيس اللجنة الأولمبية. وقد تضمن البيان الإجراءات العاجلة التي قررتها الأولمبية ضد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادي في اختراق القانون والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية. وعليه تقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، ده رقم واحد. رقم اثنين، كما تقرر منعه من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها أو يكون طرفا فيها نادي الزمالك. رقم ثلاثة، وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضور أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد. أربعة، كما سيمنح من حضور أي من اجتماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات، ده رقم أربعة. رقم خمسة، وسيمتنع استلام أي مكاتبات من الزمالك تكون موقعة عليها من السيد مرتضى منصور ولن تكون منتجة لسمة أثر أو نتيجة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 29/9/2018. تعالى كده يا بيبو.